الصيف والكهرباء لا يلتقيان في أبين، هذه هي العبارة التي شاعت بين الناس جراء الانطفاءات المتواصلة للتيار الكهربائي في المحافظة، وأصبحت الكهرباء هماً يؤرق المواطنين. الكهرباء يعني تقطع في أوقات متأخرة من الليل، وعندنا أطفال وعندنا، وعلى المسؤولين أن يعني يلتزموا. 9 أشهر كاملة عاشتها محافظة أبين دون كهرباء أثناء تواجد الميليشيات الإنقلابية فيها، وبعد رحيل الميليشيا عاد التيار الكهربائي إلى طبيعته واستمر فترة لا بأس بها رغم الإمكانيات المحدودة للمؤسسة. ولكن مع بداية فصل الصيف مرة أخرى عادت المأساة، وعادت أبين تعيش في ظلام دامس. مسؤولون في مؤسسة الكهرباء أفادوا بأنهم خذلوا من قبل الحكومة والأشقاء، وتبخرت كل الوعود التي أعطيت لهم بتزويدهم بمحطة توليد تغطي احتياجات المحافظة. إذا دخل الصيف وهذه المكونات قائمة بدون أن يكون في زيادة توليد سواء في عدن أو داخل أبين، فإن الأمر يكون حرج، ويمكن نتعرض لنفس الأزمة التي تعرضنا لها خلال فترة الحرب. المواطنون يعيشون هذه الأيام حالة يرثى لها في محافظة تزيد درجة الحرارة فيها عن 37 درجة مئوية. ومع بداية فصل الصيف تتكرر الانطفاءات للتيار الكهربائي في محافظة أبين، وتخرج الطاقة الاستيعابية عن العمل، وكما يقال دائما الكهرباء والصيف لا يلتقيان أبدا في أبين. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.